المفروض ان انا هاكل من هنا. بس ناعم شوية. المفروض ان انا في جنبي كوباية مية يا شباب، كوباية فيها مية عشان القلم بيبقى سخن بيسخن، فالمفروض ان السن ما يسخنش مني، المفروض السن ما يسخنش. بيبقى في جنبي كوباية مية بحط فيها زي الحبر كده، كأني بعمل شغال بمحبرة يعني. ايه ده؟ انا مش شايف كويس، لازم اشوف عشان برضو الجهاز بيعمل فوكس. بصوا كده يا شباب، طبعا عشان لازم وانا ببري الاكل من على اليمين زي من على الشمال. طبعا الكلام ده اللي ما عندوش مكنه يعمله بالصنفره عادي جدا، بجيب صنفره والفها على القلم واصنفر الاجزاء اللي احنا بنصنفرها بالمكنه دي. طبعا مكنه افضل واسهل واسرع وكل حاجه. السن ده طبعا في مشكله وحيده، ان هو شويه السن اللي انا بحفر بيه ده شويه ناعم،
فالحفر بتاعه بطيء شويه بس. تمام، انا عايز ايه؟ لا لا لسه لسه، فين البتاع دي كده؟ بصوا يا شباب، عشان بس تكونوا عارفين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عشان تكونوا عارفين لازم شق القلم ده يكون في النص بين الناحية دي وبين الناحية دي، وزي ما انتوا شايفين الحفر يكون مدور كده من على اليمين ومدور من على الشمال، يعني لازم الحفر بتاعي يكون مقوس كده، يطلع من هنا يبقى الوسط ده رفيع والرأس تخينة. تمام، انا يا اما هرفع السن ده يا اما هتخن، مش عارف هتخنه شوية ولا اخليه رفيع ولا اعمل ايه، مش عارف لسه هشوف. خليك فيه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين اهو، المفروض ان سن القلم يبقى شوية اعلى من كده شوية. طبعا بعد كده هنزفره على صنفره، خدش مني مش كده؟ عندك بقى سن ناعم عندها صنفره. طيب انا هغير السن، ماشي كده غيره، هغير السن يا شباب. طبعا السن اتخدش مني شويه، عندي اقلام غاليه ليمه وخايف اتحرش فيهم، احتاج انام الفنانه تحن علينا. يا دكتوره، ده انت دكتور سنان قد الدنيا، يعني انت الاجهزه اللي انت بتشتغل بيها اعظم من الاجهزه دي 100 مره، نفس الجهاز ده، انت بتهندس في حاجات دقيقه جدا يا دكتوره. دكتور سنان عظيم. بصوا استنى ثانيه واحده، بصوا كده، زي ما قلنا ان القلم لازم يكون ليه رقبه، يعني الجزء اللي في الرقبه ده يكون ارفع من راس القلم. تمام، انا دلوقتي نحت القلم بشكل مقوس اهو، تمام؟ والقلم هيطلع يبقى عنده رقبه، ممكن اطوله شويه لانه هو القلم قصر مني، فانا هوسع شويه من هنا كده عشان الرقبه تبان ويبقى السن شكله جميل. شغل يا استاذ.
المفروض طبعا ان انا اشتغل دكتور سنان لانه الحركات دي بيعملها دكاتره السنان، فانا المفروض يشغلوني دكتور مع دكتور محمد النقدي. طبعا هو القلم كده يعني المفروض ان هو كده المفروض كده انه بعد ناس، بس طبعا انا ايه عشان اول مرة استخدم الآلة دي فالآلة شوية مش ظابطة معايا قوي يعني. بس هو الكونسبت اللي احنا شرحناه ان انت يكون في هنا مكان رفيع، انا مش شايف ال شايفين السن بقى عامل ازاي يا شباب؟ وسط السن ارفع من رأس السن. تخيلي كده هو كده بقى حلو صح؟ بيتخصر. ايوه بيتخصر، السن اهو يا شباب بقى متخصر شايفينه؟ طبعا معلش الجهاز انا اول مرة اشتغل عليه ف يعني في بعض ال يعني قصور مني انا مش عارف اشتغل عليه قوي يعني. تمام؟ مفروض ان انا معايا صنفره بس انا مش معايا صنفره دلوقتي، بس السن بعد كده انا ببدا اعالجه بالمنظر ده. شايفين مفروض ان انا بقى صنفر الكلام ده بايدي يدوي لان المكنه بتبقى خشنه، بس شايفين رقبة القلم عاملة ازاي وسن السن بقى عامل ازاي. ده كده 3 مللي تقريبا ممكن اشتغل بيه. طيب هو القلم ده فيه عيب، ايه هو؟ السن ده شايفينه من ورا من هنا مقوس، السن ده من فوق كده مقوس، لازم ادق عليه بحاجة ناشفة. انت لازم تحطه عليه كده بياكله مستقيم. لا ما هو مش قصدي ان هو مقوس، هو لازم لا ده مقوس من المعدن نفسه، لازم يدق عليه، لازم حاجه تدق عليه من هنا، لازم حاجه تدق عليه من هنا كده تعدله، تعدل التانيه بتاعته دي. تمام؟ ايوه محدب كان يعني. ايوه محدب، هو كان محدب. شايفين؟ هو كده بقى مستقيم شويه الى حد ما، تمام؟ انا دقيت عليه شويه وبقى مستقيم بشكل كويس. وزي ما قلنا طبعا الكلام ده عايز صنفره. انا كان عندي صنفره هنا والله بس مش عارف يمسك كده. لحظه واحده يا استاذ حسين اشوف الصنفره.
طبعا الصنفره اهي، جبنه صنفره، جبنه صنفره اهي، صنفره بجيبها بحطها الفها على قلم كده، المفروض يكون رفيع على القلم، وابدا اظبط الاجناب دي. طبعا الشغل اليدوي يا جماعه ما فيش احسن منه. انا زمان قبل موضوع الاجهزه ده كنت بصنفر اقلامي وببريها بنفس الشكل كده يدويا، يعني كل حاجه فيها يدويه. طبعا المكن بيساعد وكل حاجه بس مش بيبقى زي الحاجه اليدوي. بصوا كده، القلم بقى ايه، خليني اصنفر الحاجات اللي هي مش المفروض ان انا بصنفر كده يا شباب، بس برضو عشان يبان السن. شايفين السن بقى عامل ازاي؟ طبعا ممكن اكل منه حته من الحته دي. الصنفره دي تقريبا كده 800، تقريبا 800 صنفره دي. شايفين السن شكله عامل ازاي يا شباب؟ ده شكل السن اهو بعد ما اتصنفر وبعد ما نحتناه. زي ما انتم شايفينه ده شكل السن. تمام، تعالوا نجربه. زي ما قلنا ان القلم بيجي اول ما بيجي بيبقى عليه طبقه ورنيش. طبعا هو احنا زفرناه من ورا بس لسه زفر اهو، شايفين مش شايل حبر ازاي؟ ده كده عشان عليه طبقه ورنيش، وهتلاقوه جوه برده مش شايل حبر. فانا بعمل ايه؟ بحطه كده صبعي هنا كده في الحبر وافضل اعمل كده 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 كده، بعمل عمليه تخشين، بخشن القلم بالحبر. تمام، محاره. ها، محاره. اه، بعدين هحطه كده هتلاقوه شال الحبر اهو، شايفين شال الحبر من جوه ومن بره. تمام، تعالوا نكتب جمله وليكن ورا اهو ورا. مثلا يعني ده 3 مللي ولسه عايز ينعم. القناة اللي في النص موجودة، الله يسلمك. القلم لسه خشن. طبعا الموضوع ده محتاج يا جماعه عشان تعرفوا تستخدموا المكنه دي، محتاج دكتور سنان شاطر. تمام، يقدر يستخدم المكنه دي لان هم بيتدربوا عليها في كليه الطب، مكنه داري الاقلام دي. يعني قطعت الجزء اللي فوق بقت موجوده. بص كده، مش عارف هو باين ولا لا، بس استنى. بص كده شايفه موجود هنا اهو، الشق موجود ما راحش. طبعا
كده حلو حلو، بس زودي كمان شويه، زودي كمان شويه. ها بالحبر مش مشكلة عادي، أي حاجة حبر أو من غير حبر. تعالوا نجرب نكتب حاجة تانية. حبيبي يا أمير، ايوه كده بقى تمام. شايفين الجمال؟ تعليق لايف مريحني من الكتاب النهارده. الراجل ده عامل لي لايك، بيعمل لايك وهو قاعد جنبي. هو كمان شايف الحبر كمان، ده شوف الحبر احلى من التصوير طبعا. تقولي يا بسمة؟ تقولي حاجة؟ بتقولي شيء؟ حلو. شفتوا القلم بقى شكله عامل ازاي يا شباب؟ شكله شياكة، شيك جدا صح؟ طيب تسلم يا بسمه، يا نهار ابيض بنفسك، الله يعطيك العافيه يا بسمه. كرم ان شاء الله نخدمك كده ان شاء الله يوم فرحك. خدتوا بالكم يا شباب؟ ده شكل القلم زي ما انتم شايفينه كده، وزي ما قلنا ان القلم لازم يكون ليه رسمه معينه، وسطه يكون رفيع وراسه تكون ادخن شويه، طبعا ما يكونش بشكل زي الفازه زي الفازه كده، زي ما يكونش طبعا بشكل مبالغ فيه، لان لما بيتعمل بشكل مبالغ فيه بيبقى شكله وحش، بيبقى شكله وحش مش كويس كده. القلم شكله افضل، وادينا شرحنا ازاي نبري قلم. تمام، خلينا نكتب لكم اخر شياكه. اللي هيجيني طبعا القلم ده، القلم ده هيروح هديه للاستاذ حسام. تسلم تسلم، غمرتني بلطفك. ربنا يبارك فيك، انت الفضل ليك اولا. الله الفضل لله. هيروح هديه للاستاذ حسام عشان هو جالي طبعا النهارده وشرفني. استاذ حسام بيدرس معانا في الدروس اللايف اللي احنا بنعملها، وجاي لي النهارده من دبي في زياره مفاجاه.